الحقيقة سينا عندنا فيها دائما القدرة على ان هناك عديد من المساحات القابلة للزراعة، وعندنا مساحات كبيرة نقدر ان احنا نستزرعها، ولكن كان التحدي هو توفير المياه لإمكانية زراعة هذه الأراضي. الحقيقة الرؤية النهاردة للدولة زي ما هنعرضها ان احنا بنضيف للرقعة الزراعية في سيناء 450 ألف فدان. الدولة أنشأت 5 مناطق صناعية جديدة بالإضافة طبعا للتنمية السياحية اللي احنا هنستعرضها. الحقيقة في مجال الاستصلاح الزراعي يعني بحق ما اتعمل في سيناء هو معجزة بكل المقاييس. احنا عندنا مشروعين من أكبر وأعقد المشروعات اللي تم تنفيذهم على مستوى العالم واللي موجودين على أرض سيناء. المحطة طبعا وكل دول هدفهم إضافة وضخ المياه لاستصلاح وزيادة الرقعة الزراعية في سيناء. احنا كان كل اللي موجود قبل 2014 224 ألف فدان، النهاردة بنتكلم ان احنا مع التنفيذ اللي بيحصل على الأرض هنتجاوز 675 ألف فدان، يعني بنضيف فعلا 450 ألف فدان للأرض. أهم مشروع وده من أهم المشروعات حتى اللي أخدت يعني طبعا حتى تذكروا وضعت في موسوعة جينيس ريكورد هو محطة معالجة بحر البقر، اللي النهاردة ان احنا فعلا مشروع عبقري بيضخ حوالي 6 مليون متر مكعب من المياه الى سيناء، عشان هم دول اللي يخدموا عملية زراعة 400 ألف فدان الجديدة. ده شكل طبعا المحطة النهاردة بعد ما تم تنفيذها في زمن قياسي هو لوحده أيضا معجزة فنية، بحيث ان احنا النهاردة بقينا شايفين حجم التنمية الكبير اللي بيحصل. الخطوط النهاردة اللي بتتعمل لربط المحطة بالمناطق اللي احنا بنستهدفينها بالاستصلاح، ده جزء من الاعمال اللي بتقوم بيها برضو الهيئة الهندسية عشان نصل الى مئات الكيلومترات للمناطق اللي هتبقى صالحة للزراعة في خلال الفترة القادمة ان شاء الله. بالاضافة لده كان في مشروع طبعا مياه مصرف المحسمة اللي بطاقة 1 مليون متر مكعب برضو لوحده، واللي اتعمل وتنفذ عشان يستزرع نستزرع عليه 50 ألف فدان. وحضراتكم برضو تتذكروا هذا المشروع العملاق شديد التعقيد اللي نجحنا كدولة ان احنا ننفذه، بالاضافة الى ان احنا النهاردة بنستكمل البنية الاساسية بالكامل لمأخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر عشان نستكمل استصلاح 90 ألف فدان اللي موجودين في مناطق ربعة وبير العب اللي كانوا مخططين من التسعينات من القرن الماضي، ولكن النهاردة الدولة فعلا بتقدر انها تنفذه. تنمية الثروة السمكية المشروع وبحق ايضا احد المشروعات العملاقة، مزارع الفيروز السمكية 2014 دي الصورة. النهاردة الصورة طبعا ابلغ بالتعبير من غير اي كلام، بقينا النهاردة هذه المزارع اللي موجودة بطاقة يعني إنتاجية كبيرة جدا لتحقق جزء من الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية، بالإضافة أيضا للمزارع السمكية اللي قامت بيها هيئة قناة السويس في شرق القناة اللي برضو بتكلفها 650 مليون جنيه. ده حاجز الأمواج بالمزارع السمكية لشرق بورسعيد، عمل في منطقة وتربة كلنا عارفينها، منطقة سهل الطينة من أصعب المناطق اللي ممكن نشتغل فيها، ولكن النهاردة بيتعمل معها تطوير لمينا الصيد البحري. ده جزء من اللي بيحصل سواء في طور سيناء في العريش، والمشروع العملاق اللي وجه بيه فخامة الرئيس لإعادة الاستفادة من بحيرة البردويل وتكريك وزيادة يعني سريان المياه جوه البحيرة علشان ترجع تاني بأكبر حجم من الإنتاجية اللي هي كانت قبل كده فيما سبق بتبقى أعلى جودة من الأسماك، وإن شاء الله النهاردة هتبقى ترجع تاني كما كانت بالظبط في هذا الوقت.